سيداتي يا يعني نساتي اهلا بكم لقد وصلنا الان الى الحلقه العاشره من عندما كان التاريخ طفلا. المره دي هنتكلم شويه عن الاهرامات بس بشكل مختلف الى حد ما. الاهرامات الحقيقه هي بناء محير شويه في تاريخ البشريه بغض النظر عن السبب الديني لوجود الاهرامات وتطور بناء الاهرامات زي ما احنا كنا بنتكلم قبل كده لكن او هنتكلم لسه كمان لكن الحقيقه ان الاهرامات بتاعه الجيزه بالذات حواليها لغط كبير جدا يتعلق بكيفيه البناء ليه اخترنا الاماكن دي ازاي ده حصل هل في خطه مسبقه لكل الاهرامات مع بعض خلينا نتطرق لنظريه يمكن بعض المحترم العلماء المحترمين ما بيحترموهاش قوي وبيصنفوها دايما على انها إيه السيدو هيستوري او التاريخ الكاذب او الاثار علم الاثار الكاذب. ايه اللي حصل؟ سنة يعني في الثمانينات كده كان في واحد بلجيكي مهندس بلجيكي هو بلجيكي في الاصل بس هو خريج انجلترا اسمه روبرت بوفال. هو اصلا كان من مواليد اسكندريه. وبعدين الاب بلجيكي وبعدين راح لانجلترا وخد اتخرج في الهندسه هناك وبعدين بقى مهندس وبعدين جاي في الثمانينات يزور مصر بقى اللي اصلا كان هنا يا انا كنت هنا وانا صغير وراح للمتحف المصري ومعدي اللي عملوا الما... اللي اسسه الخواجه اوجست ماريت ومعدي عمر بيتفرج على اللوحات مبسوط يمين شمال لقى لوحه قدامه كده مسقط راسي للاهرامات الثلاثه بتوع الجيزه من فوق من حوالي ارتفاع 2 كيلو كده فبص كده وقام متنح ايه ده في ثلاث أسئلة نطّوا جوه دماغه دلوقتي سؤال الأولاني هو ليه الهرمين الأولانيين هرم خوف وهرم خفرع ماشيين على خط واحد وهرم من كورع مش ماشي على نفس الخط احنا لو خدنا خط مستقيم من الكورنر بتاع هرم خوفو مرورا للكورنر الثاني يعني خط من القطر بتاعه هيعدي على نفس قطر الهرم بتاع خفرع اللي هو الهرم المتوسط لكن لو مدينا الخط ده على استقامته هيبقى الهرم الاصغر بتاع من كورع مش على نفس الاستقامه مش على نفس القطر في زاويه صغيره ما بينهم فاول سؤال خطر على دماغه لا ليه في الزاويه دي السؤال الثاني لا طب ليه ثلاثه بس بغض النظر عن السؤال ده لان انا هرد عليه بعدين بس هما ليه ثلاثه بس وبعدين سؤال تالت خطر على دماغه ليه الهرمين خوف وخفرع قريبين من بعض في الحجم وهرم من كورع تقريبا نفسهم قعد يفكر شويه وبعدين كبر دماغه وقال دع الخلق للخالق الخالق وقام واخد بعضه ومسافر وبعدها كان عنده مشروع موجود مشروع هندسي موجود في السعوديه في المملكه العربيه السعوديه وراح هناك وقاعد مع واحد من المهندسين اصدقائه وطلعوا في رحله سفاري في وسط الصحراء وزي اي رحله سفاري او رحله هايكنج لازم يكون اللي بيطلع السفاري والهايكنج عنده شويه معرفه بالنجوم زي ما بيحصل عندنا في مصر مثلا ودايما بيقعدوا يشرحوا لبعض الحاجات ديت يعني مثلا بالذات عندنا السفاري بتاع الصحراء البيضاء لما بيطلعوا عشان يتفرجوا على درب التبانة ويحصل بعض الصور بتاعة الأسترونومي اللي هي جميلة جدا والخلفية بتاعتك درب التبانة في, في, شكله الجميل يعني المهم فهو صاحبه قعد يشاور له دلوقتي على النجوم وقعد يوري النجم ده والنجم ده وقام يشاور له على ثلاث نجوم كده جنب بعض بالظبط وقام له شايف النجوم اللي جنب بعض دول هم اسمهم حزام اوريون او حزام الجبار ده موجودين في كوكبه الجبار بص لهم كده وبعدين في حاجه كده تلبع في دماغه هم ماشيين على خط مستقيم اماله لا الصغير اللي فيهم اللي هو اقل اضاءه فيهم منحرف شويه مش على نفس المكان فنورت في دماغه جابوا الخريطه بتاعه النجوم وجابوا الصوره بتاعه الاهرامات اللي موجوده في المتحف المصري وحطوهم على بعض انطبقت بالظبط اوبا ايه ده هل معنى ذلك ان الاهرامات ديت ما اتبنتش مجرد مقابر بشكل اعتباطي وكانت معموله بخطه عظيمه محطوطه من البدايه كان في واحد مهندس حط كده تخيل او تصور للاهرامات كلها هتكون فين؟ هل معنى ده ان ده اللي حصل؟ الفكره لمعت جوه دماغه فابتدى يبعت الفكره ديت لبعض العلماء بتوع الايجيبتولوجي يسالهم ايه رايكم يا جماعه في الموضوع ده؟ هل الموضوع ده مظبوط ولا مش مظبوط ولا انت يعني انا شفت كذا هل ده حقيقي؟ فمنهم ردود كانت بترد عليه وتقول له ايه لا لا ده مجرد صدفه كده مفيش اي حاجه ومنهم الردود اللي قالت له ايه الفكره تستحق التفكير وحاول تفكر فيها بشكل اكبر وتحاول تطبقها بشكل اكبر. قعد يشتغل على الموضوع فعلا اكتشف ان مش مجرد الاهرامات الثلاثه هم صوره آه الثلاث نجوم بتوع آه آه اوريون حزام اوريون لا ده كل مش كل اغلب الاهرامات اللي معموله في الاسره الرابعه ليها ما يوازيها في خريطه السماء. فاكتشف ان الهرمين بتوع دهشور المنحني والاحمر هما موازين للهرمين بتوع مجموعه القلائص اللي منهم واحد لونه محمر بالمناسبه وبيتسمى لون النجم الاحمر هل دي صدفه اكتشف ان الهرم بتاع جود فرع اللي معمول في ابو رواش والناس كانت بتستغرب هو ليه رايح باني هرم في أبو رواش بعيد عن بقيه الاهرام يعني اماكن الاهرامات اللي معموله في الاسره الرابعه سواء اهرامات الجيزه او اهرامات ابو صير في الاسره الخامسه او اهرامات دهشور ايه اللي يخليه يروح في ابو رواش لوحده كده؟ لا قصاده نجم تاني ولقى زو... هرم زاويه العريان اللي مش عارفين ان هو بتاع العربان اللي مش عارفين بتاع مين اصلا ده دا... ده قصاده نجم تاني فبقى الموضوع منور قدامه قوي الموضوع مش مجرد ان هي اهرامات محطوطة كده لا دي تطبيق لخريطة النجوم في السماء ساعتها ابتدى يقرأ اكتر في متون الاهرام ابتدى يقرأ في, في, في متون هيرمس ففي عبارة استوقفته في متون هيرمس اللي هي ايه مصر هي صورة السماء على الارض الله طب هل يجوز ان العبارة دي تكون عباره حقيقيه مش مجازيه. قعد يفكر في ده فلقى ان الشكل بتاع درب التبانه اللي هو الطريق اللبني يشابه بالظبط الشكل بتاع النيل في مصر. ولقى ان النجوم اللي موجوده حواليه موازيه جدا للنجوم اللي موجوده للاهرامات اللي موجوده في مصر في الاسره الرابعه. ده الموضوع مش مش اعتباطي بقى ده الموضوع في التخطيط فيه. اعلن الكلام دوت وقال الكلام دوت فقوبل باستهجان وخصوصا ان مفيش اي دليل اركيولوجي على اي حاجه موجوده ده في في تاني كمان لما جم يتكلموا عن ابو الهول فقام قايل لك ان ابو الهول دوت يا جماعه مفترض ان الفراعنه عملوا كتير ابو الهول لما كانوا بقى احنا عندنا ما يقرب من 5000 ابو الهول في مصر يعني كلها كانت بتعبر عن راس انسان وجسم الاسد كتعبير عن المزج ما بين العقل والقوه والملك كان بياخد التشكيل دوت وبعض الناس بتقول ده تشخيص للاله راع وابو الهول بتاع الجيزه بالذات بيقولوا عليه ان هو تمثال للاله راع وبالذات بعد اللوحه بتاعه الحلم بتاعه تحوت الرابع ودي هنتكلم عنها في وقتها ان شاء الله. لكن دلوقتي كل مره كانوا بيعملوا ابو الهول تمثالين قصاد بعض. وده برضه متماسك مع حضارات كتير زي اسدي الليل والنهار في حضاره اشور مثلا يعني الحضاره العراقيه وعندنا هنا موجود برضه العلاقه ما بين تيفن وتوشو و... وراع في الافق دايما بتلاقي الاتنين مديين ظهرهم لبعض وراع في النص اجمالا اسدين قصاد بعض فين الاسد الثاني بتاع ابو الهول ابو الهول الجيزه يمشوا قصاده يدوروا في حواليه ويدوروا يمين دوروا ما فيش اي حاجه لغايه ما اكتشف ان كوكبه الاسد في وشه في السماء النجوم بتاعت كوكبة الأسد الله ده كده الأسد التاني اللي قصاده أبو الهول التاني في السماء في النجوم فوق لا يا جماعة ده الموضوع ده متخطط والموضوع ده متظبط والموضوع ده ما ينفعش يترمي كده بعد ما طبعا هجم, هجم, هجم هجوم كتير جدا بسبب الحركه ديت ابتدى في مره من المرات كان الفتره ديت بدايه ظهور الـ 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 الكمبيوترز فهو قاعد بقى على الكمبيوتر وجايب برنامج بيحاكي حركه النجوم لان حركه النجوم علاقه النجوم بالارض مش ثابته يعني بتتحرك بشكل مختلف شويه فقعد بيتفرج عليها وبيلعب فيها كده وكانت مزولاه او شغلاه حاجه ايه ان اه صحيح الاهرامات التلاتة زي الاهرام النجوم التلاتة مطابقين ليهم في على مستوى القوه واللمعان يعني ايه الهرم الاكبر قصاده الهرم الاكثر لمعانا في النجوم في حزام اوريون والهرم الاوسط قصاده الهرم الاوسط في اللمعان والهرم الاصغر قصاده الهرم الاصغر في النجم الاصغر في اللمعان فلما قعد هو شاف دوت اكتشف بس ان هم الثلاثه الزوايا مختلفه يعني هنفترض مثلا الاهرامات ماشيه بالزاويه دي وهم التانيين ماشيين بالزاويه دي فكان متزاول في ده فهو قاعد بيلعب ببرنامج برنامج بيحاكي حركه النجوم عبر الزمن فرجع بكل شويه يرجع بالزمن ويشوف شكل الثلاث نجوم دول بالنسبه للاهرامات يرجع 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 يرجع, يرجع لغايه ما رجع لسنه 10600 ق م لقى ان الاهرامات والنجوم بقوا على زاويه واحده وبشكل واحد الله ده ما تبنوش بقى في الاسره الرابعه الاسره الرابعه كانت في 2600 2500 2500 ق م في المنطقه دي ف مش 10 بقى 600 ولا 10 500 ازاي وابتدت تظهر نظريات بقى لا يا جدعان ده اللي بناه حضاره اقدم على الفراعنه لا ده حضاره البطالمه قصدي حضاره اطلانتس لا ده حضاره الكائنات الفضائيه نزلت بنتهم وطلعت تاني لا اي كلام بيتقال ابتدى كلام كتير واعتمد على متون هيرمس وقال لك لا ده مصر هي صوره السماء على الارض ما فيش اي لخفنه في الموضوع ده والموضوع واضح جدا لقوا كمان بيضه نعامة بيضة نعامة منقوش عليها نقش قديم جدا بيرجع لنقادة الثالثة تقريبا في الفترة من 3500 إلى 4000 موجود في متحف أسوان بالمناسبة مرسوم فيها خطين كده يكاد يكون شبه النيل وعلى شماله في ثلاث أهرامات متدرجين أكبر أوسط أصغر الكلام ده كان مؤرخه البيضة من امتى؟ من 3500 ل 4000، بيعرفوا العمر ده بالزاي بالمناسبه؟ بيعرفوه بالكربون المشع، يعني ايه؟ الكربون المشع ده بيبقى فترة عمره طويلة جدا فبيشوف اي حاجة عضوية ويقارنوها بالكربون المشع بيعرفوا ساعتها دي عمرها قد ايه بقالها قد ايه تمام؟ وده بيطبقوه على الحاجات العضوية بس مينفعش تطبق على الاحجار ما يعرفش يعملوها على الهرم نفسه لان الهرم حجاره فحتى لما عايزوا يعني العالم اللي هو لينر تقريبا ايوه ده بيقولك ان هم طبقوا فعليا الكربون المشع على ايه على الحاجات اللي حوالين الاهرام اللي هو حوالين الاهرام زي ايه خشب محروق مدفوس جوه الهرم آه، الخشب المعمول مركب اللي معمول منه مراكب الشمس بتاع دوت يعني بقايا البني ادمين اللي موجودين العظم والحاجات اللي موجوده وكلها ادت نفس الفتره بتاعه 2500 فلما جم يطبقوها بقى على البيضه ديت لقوا ان البيضه ديت من 3500 ل 4000 قفميم طب ده قبل الاهرامات ده حسب التاريخ بتاع الاسرات مش 2500 ازاي؟ دي اسئله حيرته جدا لكن هو قال بشكل ما ان الكلام دوت يا جماعه قديم جدا وان كان فيه حضاره تانية وان مش المصريين اللي بنوا ده اعتمادا على هذه الملاحظات ناخد بالنا ان النجوم بتاعة الاسره الرابعه انا اسف الاهرامات بتاعة الاسره الرابعه عبرت عن حدوث ايزيس وأوزوريس ازاي؟ هنبص نلاقي ان الثلاث نجوم اللي موجودين في حزام اوريون دول المكان اللي طلع ليه اوزوريس ده مكان اوزوريس في السماء. طيب المكان اللي بتاع ست اللي ليه علاقه بست اللي هو مجموعه نجوم القلائص اللي هي فيها النجمين النجم الاحمر والنجم الثاني العادي اللي هم موازين بالظبط الاهرامات دهشور. الاهرامات اللي عملها سنفرو المنحني والاحمر غير طبعا نجم الشعرى اليمنيه للناس اللي الفراعنه كانوا بتبتدي بالسنة السنه لان هو كان الدليل على الفيضان واللي هو كان ليه علاقه وثيقه بايزيس ليه؟ لان ايزيس هي اللي لما بكت على فراق جوزها بعد ما ست قتلوا الفيضان قام. طب خلينا نبص بقى للفتحات اللي موجوده في الهرم الاكبر. في من غرفه الملك غرفه الدفن بتاعة الملك في فتحتين ومن غرفه الدفن بتاعت الملكه في فتحتين الغرفة الدفن بتاعت الملكه الفتحتين دول لو خدتهم على خط مستقيم هيوصلوك للنجوم بتاعت حزام قريب طيب الفتحتين بتوع غرفه دفن الملكه لو خدتهم على خط مستقيم هيوصلوك للنجمه دي نجمه بتاعت الشعر نجمه الشعر اليمنية يبقى كانهم بيربطوا ايزيس واوزوريس وست بيحاكوهم تاني على الاهرام والمشروع ده يبقى اكثر ضخامه مما نتخيل. علماء مهمين زي استاذ زي دكتور استاذ دكتور زاهي حواس رفضوا تماما مناقشه النظريه دي. ووقفوا بشكل قطعي قال لك الكلام ده كله ما ينفعش كده انك... ده راجل إماتيور راجل غير ناضج. انا عالم ما ينفعش اناقش كلام بيقوله هواه او اي كلام بيتقال وخلاص. هل دكتور زاهي حواس كان عنده حق؟ هنعرف الحلقه الجايه ان شاء الله. لما نتكلم مع بعض. السؤال حاليا سيداتي انساتي سادتي اللي بتدعموا شركه رفياج في المسابقه بتاعتها واللي هيكون نتيجته ان الفائز ان شاء الله يطلع مع شركه رفياج في رحله مجانيه بعد رمي... رمضان اللي هو السؤال كم عدد الاهرامات المكتشفه حتى الان في مصر؟ كم عدد الاهرامات المكتشفة حتى الآن في مصر بنشكر شركة رافياج للتسويق العق... السياحي مش عارف ايه ضربة معاها عقاري صراحة للتسويق السياحي آه على دعمها للفيديوهات ديت ونرجو ال... ان انتوا تكونوا مبسوطين وعشان تقولوا ان انتوا مبسوطين تعملوا لايك وتشيروا الفيديو وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا اي حاجة ممكن تشهصونا بيها يا جدعان شكرا